رمضان كريم. مع بداية أو اقتراب شهر رمضان من كل عام بيكون دائما السؤال اللي بنسأله وبيخطر على بالنا، كيف الجو راح يكون برمضان؟ راح يكون حر؟ راح يكون برد؟ طبعا هاي المعلومة جدا مهمة لكل حدا عشان نرتب أموره، خاصة بالأيام اللي فيها موجات حر عشان نعرف نتعامل مع طبيعة هاي الموجات والصيام أثناء ساعات النهار. اليوم راح أحكي عن موجة حر، واحدة من أقوى موجات الحر اللي أثرت على الأردن، وكانت بشهر رمضان في العام 2010. أكيد ما في حدا ما سمع في المثل اللي بيحكي آب لهاب، بس انه يكون آب لهاب ورمضان اعتقد هذا الموضوع شوي صعب. اليوم راح احكي عن العام 2010 اللي كان صادف شهر رمضان اجى بآب، وكان آب لهاب بطريقة غير طبيعية، وكان من اكثر الموجات الحر قوة في تاريخ المملكة الحديث. بلشنا آب بموجة حر ما استمرت لأربع أيام، وصلت فيها الحرارة في العاصمة عمان لأربعين درجة مئوية في ثلاثة أيام متواصلة. بعد هيك انخفضت الحرارة شوي بآب، طبعا هذا كان كله خلال شهر رمضان، في حين يعني كانت الأجواء لسه ما ظلت حارة لكن بدرجات حرارة أقل من الأربعين درجة مئوية. من 15 ل 22 8 تأثرت المملكة بموجة حر طويل استمرت لأسبوع كامل، ارتفعت معها درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية بحوالي 4 أيام متتالية. ذروة هاي الموجة الحارة كانت يوم 20 8 وكان يوم جمعة، حيث وصلت الحرارة وقتها بالعاصمة عمان بحوالي 43 درجة مئوية برقم قياسي لا يتكرر كثيرا في العاصمة عمان. طبعا وقتها يوم 20 8 كان يوم جمعة، وكانت أيضا رمضان والصيام، وقتها من شدة الحر تقريبا كانت الشوارع شبه فاضية وخالية نظرا لارتفاع الحرارة الكبير اللي عشناه في ذلك اليوم. وبدي أذكر لكم الآن بعض الحرات اللي سجلت في العاصمة عمان، وكلها كانت خلال شهر رمضان المبارك. بواحد 8 وصلت الحرارة 41 درجة مئوية في العاصمة عمان، 2 و 3-8 وصلت الحرارة 40 درجة مئوية في العاصمة عمان، وأكثر من هيك طبعا في المناطق زي العقبة والأغوار والبحر الميت وبعض المحافظات الأخرى. مع موجة الحر الثانية اللي كانت من 15 ل 22-8 بدي أذكر لكم بعض الحرات اللي سجلت في العاصمة عمان فترة الذروة. يوم 18-8 وصلت الحرارة بعمان إلى 40 درجة مئوية، يوم 19 وصلت الحرارة بعمان 41 درجة مئوية، يوم 20-8 اللي هو كان يوم الجمعة يوم الذروة وصلت الحرارة تقريبا 43 درجة مئوية، ويوم 21 شوي تراجع تأثير الموجة الحارة لكن سجلت الحرارة أيضا 40 درجة مئوية. ومع توالي موجات الحر على المملكة في هذاك العام، وأيضا رافقها أنه كانت فينا أجواء في شهر رمضان المبارك، هذا الأمر أدى إلى نفاذ أجهزة التكييف والمراوح من المخازن والمستودعات في المملكة. وبهيك تعتبر موجة الحر اللي أثرت على المملكة من 15 ل 22-8 واللي كانت بشهر رمضان المبارك من العام 2010 واحدة من أقوى موجات الحر اللي أثرت على المملكة بالتاريخ الحديث. إذا بتتذكروا هاي الموجة والأجواء الحارة اللي عشناها بهذيك الفترة لا تنسوا تشاركونا إياها بالتعليقات. سلام.